نبدأ يعني نبدأ نراجع الأكسجين من الأول لحد ما هي. يبقى قلنا بيكارديتس هو inflammation، يعني كلمة inflammation هي موجودة في سؤالها. يبقى ناقص إيه؟ membrane surrounding the heart اللي هو بيكارديم. يبقى هنا membrane surrounding the heart ده يعني قلنا بيكارديم. احنا بنحط الشرطة في العادي، بس انا بحط الشرطة هنا علشان اوضح لكم يعني افصل لكم كلمة. طب muscle layer of the heart ايه هي؟ حد معايا من جروب طوال؟ لو حد عايز يشارك مايو مايو ماشي دكتور ماشي. مايو مايو ايه بقى؟ مايو كارديوم تمام، مايو كارديوم. واللايننج انسايد لايننج اوف ذا هارت شيمبرز. اندو كارديوم تمام، اندو كارديوم. المفتوحات دي كلها ثوابت، ثوابت لغوية، فاللي يحفظها مرة مش هيتعب بعد كده. هارد فايلز دي حاجة تاني اللي هي صمامات القلب. قلنا فيزيشن، قلنا هيماتولوجيست اللي هو أخصائي أمراض الدم. سيرولوجيست قلنا ده برضه سيرو جاي من سيروم، سيروم اللي هو جزء من الدم، سيروم اللي هو جزء من الدم. قلنا يعني لو عايزين نفصص الدم هنقول الدم ده مكون من اللي هو السيل، سيروم يعني السيل بتاع الدم، لما نفس الكرات الدم البيضاء والحمراء والبليتلتس بتبقى بلازما أو سيروم. تمام، فبلازما أو سيروم دول سيروم أو بلازما، ده أو ده جزء من الدم، فده برضو يعتبر يعني تخصص جوه الدم. زي مثلا عندنا في العظم في أورثوبيديست اللي هو جراح عظام، ممكن نحط حاجة تانية كاتيجوري جواه، واحد متخصص في حاجة في جراحات العظام زي الني سيرجيز جراحة الركبة، هاند سيرجيز جراحة اليد. ففي تخصصات وفي تخصصات جوه تخصصات، اسمها يعني هنا فيزيشن هو سبيشاليزز، في بقى سبيشاليزي يعني. بص يعني عايز اقول في سبيشاليزي وفي سب سبيشاليزي، تخصص جوه التخصص. وده السبيشاليتي هنا هيماتولوجي، هنا هيبقى سبيشاليتي ايه؟ هيماتولوجي. السب سبيشاليتي هتبقى السيرولوجي، لان السيرولوجي ده جزء من الهيماتولوجي. تمام، قلنا اولوجي ده علم. تمام، يبقى المتخصص في العلم الهيماتولوجي اسمه هيماتولوجيست، والمتخصص في علم السيرولوجي اللي هو السب سبيشاليتي من السبيشاليتي الرئيسية الهيماتولوجي اسمه سيرولوجيست. لو عايزين حاجة في الجراحات ممكن أقول لكم بالنسبة لنا في العظم ماشي، يعني ممكن في أمثلة كتيرة. أورثوبيديست الأورثوبيديست ده جواه لا يعني خلي أورثوبيديك ده العلم نفسه، أو أورثوبيديكس جواه في مثلا ني سيرجري أو هاند سيرجري. نيسوجي ده تخصص جوه الأوسوبيدكس اللي هي جراحات العظام. باثولوجيست قلنا ده يعني أخصائي في علم الباثولوجي. باثولوجي ده اللي هو أخصائي علم الأمراض، يعني متخصص في علم الأمراض. ده ممكن يبقى تحاليل، ممكن يبقى
تحليل العينات، يعني ياخد العينات، عينات الأورام، عينات مختلفة، أي عينات بتتاخد من الجسم ممكن هو يحللها. كارديولوجيست متخصص في الإيه؟ كارديولوجي. تمام، دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. هو في باثولوجي في العظم؟ يعني مش فاهم. في باثولوجي في العظم طبعا. يعني بيعملوا ايه؟ بيدرسوا ايه مثلا؟ لما ناخد عينة، انت قصدك ايه باثولوجي في العظم؟ يعني يعني مثلا العظم ده بشوف مثلا يعني في حاجات معينة ولا ايه؟ ايه في أوام، الباثولوجي في العظم؟ في أوام عظام دي مثلا، يعني لو في أوام طالع من العظم أو طالع من العروق، بنستأصله وناخد منه عينة وبنبعته للباثولوجيست عشان يحلله ويشوف هل ده أوام حميد ولا خبيث ونوع الأوام ده إيه. ففي حاجة اسمها أورثوبيديك أونكولوجي، أورثوبيديك أونكولوجي. أورثوبيديك أونكولوجي ده علم أورام العظام، أونكولوجي يعني أورام، أورثوبيديك أونكولوجي اللي هي أورام العظام. فالأورثوبيديك أونكولوجي دوت المتخصص في الجراحات دي بياخد عينة من الورم أو بياخد الورم على بعضه ويستأصله ويبعته للباثولوجيست. تمام. أو في التهاب مزمن، ساعات بيبقى في التهاب مزمن في العظم، ممكن ناخد منه عينة برضه. تمام. في حاجات كتيرة، في يعني برضه في أمراض عصبية في العضلات، حاجات تبوسية في الغالب أو مناعية بتصيب العضلات بالدموع، فساعات بناخد عينة من العضلة دي ونبعتها للباثولوجيست عشان يحدد هل العضلة دي فيها مشاكل عصبية، يعني هل الأعصاب يعني مش شغالة كويس في العضلات دي، ولا أو في مرض معين سبب العضلات دي بالتليف مثلا عشان كده دمرت ومش شغالة كويس. ففي حاجات كتير أوي في العظم والعضلات. تمام. قلنا الإلكتروكارديوجرام ده اي سي جي، اختصارا يعني اي سي جي. تمام. وفي اي اي جي، اي اي جي ده رسم المخ، اي اي جي الكترو انكفالوجرام هيبقى قلنا انكفالو يعني برين، يبقى ده تخطيط المخ او رسم المخ. بريديكارديا يعني ايه؟ ابنورمال سلو، صح؟ طب وفاست يعني ايه؟ ابنورمال فاست، لازم ابنورمال، يعني هو ممكن عشان يعني القلب ليه بيت، يعني ممكن نقول مثلا من 60 ل 90 ده طبيعي، بتختلف برضه حسب السن، كل يعني حسب السن والسن ده يدي ولا لأ. يعني أقل من 90 ده هيعتبر abnormal، يعني لو قلنا 60 ممكن ده يبقى slow أو 65 slow بس ما زال normal، لكن abnormal slow هو اللي اتقال عليه بريديكارديا. abnormal fast يعني إيه؟ abnormal fast يعني إيه؟ حد يقول لي. حد يقول لي يعني abnormal fast يعني ايه؟ heart rate، heart rate يعني rate يعني معدل النبض، يعني نبض القلب. حد يقول لي. حد معايا؟ طيب abnormally fast. اللي هو تراش نعم. حرب اللي هي تراك تاكي تاكي تمام تاكي تاكي كارديا
تمام، تاكي كارديو. حد معايا من فيت جروب طوارئ؟ أيوة الأسئلة الجاية أيوة عارفين الأسكون ده ليها علاقة بال الحجم يعني، لو أكون 5 حديد يبقى 5، إيه كده 5؟ تمام، تاكي. مين معايا طيب دلوقتي؟ تمام ماشي. أيوة ماشي. أيوة 5. Which of the following fields gives the red color to the blood? تمام. Erythrocytes. الاسبوسايتس. تمام. اليوكو يعني ايه؟ كرات الدم البيضاء. تمام. باختصار بنقول عليه وايت بلاد سيلز او White. دبليو بي سيز، ده الاختصار بتاعها. الاسبوسايتس اي ار سيز او ريد، بنقول مش بنقول بقى، بنقول بالانجليزي او بي سيز يعني ريد بلاد سيلز او بي سيز. انا اس السمول عشان دي جامعة، فانا وايت بلاد سيلز بقول بالمفصل يعني وايت بلاد سيلز. دلوقتي بلاد سيلز هنا ار بي سيز اختصار ال Red blood ريد. cell. يبقى ليوكوسايتس هي وايت بلاد سيلز اختصارا دبليو بي سيز، اريثروسايتس هي وايت بلاد سيلز اختصارا ار بي سيز. ميلانوسايتس اللي هي ايه؟ الخلايا الصبغية. ايوه بتفرز ايه؟ نعم. بتفرز ايه؟ ميلانين والحاجات دي ولا ايه؟ اه بالظبط، هو منين بس؟ موجودة فين؟ في الجلد؟ عندي طبعا بجد مش فاكرة. في الإيبيدرمس؟ بالظبط. الدرمس؟ تمام. وبليتلتس؟ صفائح دموية؟ تمام. رقم 6. Inflammation of venous is termed ايه لا الثانية تمام. فليب فليبتس. فليبايتس ايتس 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 يعني انفلاميشن. فليبو فليبو يعني فين، او سويتس يعني ايه؟ التهاب الشرايين. تمام. التهاب الشرايين الارتيز، انفلاميشن اوف ذا ارتيز. و ليمفانجايتس. نعم. ليمفانجايتس اولا. التهاب أوعية لمفاوية. تمام. يبقى قلنا لمفاتكس هي لمفاتكس. تمام. اللي تفتح لمفانجايتس وانجينا. انجينا يعني أزمة قلبية، زوحة صدرية. رقم 7. High blood pressure means hypertension. تمام. و hypertension يعني ايه؟ ضغط الدم. tension يعني ضغط، أو ضغط أو منخفض ضغط دم. يعني. hypo يعني ضغط دم منخفض. تاكي كارد يعني ايه؟ اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو ضربات القلب سريعة وكده. تمام. معدل نبض القلب السريع. و بريزيكارديا عكسها. رقم 8. Low oxygen and blood refers to hypoxemia. هايبوكسيميا هي هايبوكسيميا، بتتنطق عشان نضمها مع بعض تبقى هايبوكسيميا، بس هي مقاومة من 3 أجزاء، هايبو بوكس ويميا. تمام. يبقى ده يعني انخفاض مستوى الأكسجين في الدم. تاني واحدة دي ايه؟ احتقان.
نعم مش عارفة أنا بهبت. هايبريميا، هي هايبريميا هي الاحتقان، ماشي. ده يعني ايه ممكن نقول عليها؟ زيادة في قوة الدم الحمراء، أو ممكن نقول عليها احتقان مش حلو، هايبريميا يعني حتة محمرة، هايبريميا زي لو في تاب في الركبة مثلا بتلاقيها واضحة محمرة بنقول عليها هايبريميا، تمام. يبقى أو ممكن نقول عليها حتة أو بشكل عام ده يعتبر هايبرينيا، يعني ارتفاع في معدل قوة الدم الحمراء مجازا يعني. توكسيميا بقى توكسيميا جاية من توكسين، توكسين اللي هي سم، يبقى ده تسمم. تسمم في الدم، شبهها الاتنين دول مرتبطين ببعض، توكسيميا والبكتيميا. يعني هي بتبدأ الأول لما يحصل التهاب، التهاب في حتة من الجسم، بيبقى التهاب ده عبارة عن التهاب بكتيري، البكتيريا بتبدأ تفرز سموم، فالسموم دي بتدخل الدم تنتشر في الجسم، يبقى اسمها توكسيميا. بعد كده لما البكتيريا دي تتمكن من المكان دوت، كده كده مناعة الإنسان بتضعف، فالبكتيريا بتبدأ تنتشر تنتشر لغاية ما تقتحم الدم هي كمان، فالحاجة دي اسمها بكتيريميا. يبقى هي التهاب رئوي مثلا بيبدأ بالتهاب في الرئة، بعد كده البكتيريا بتفرز سموم بتنتشر في الدم، تبدأ يبقى اسمها الحالة دي توكسيميا، يعني تسمم أو سمية الدم، تمام. والمناعة المريض عمالة تضعف تضعف تضعف، فالبكتيريا بتتمكن من المريض وتقتحم هي كمان الدم وتنتشر في الدم، يبقى اسمها بكتيريميا. يبقى دي بكتيريا في الدم، وجود بكتيريا في الدم دي من الحالات يعني حالات اللي هي ايه بتبقى حاجة شوية محتاجة عناية، يعني يعني ما دي حاجة اسمها عناية. رقم 9 low levels of leukocytes refer to leukopenia. تمام، وقلنا بدنا يعني حاجة قليلة، واليوكو هي اليوكوسايتس. طب ليوكوسايتوزيس زيادة عكسها زيادة في قوة بالظبط، الدم البيضاء. تمام، زيادة في قوة الدم اليوكوسايتوزيس، وده يعني من علامات بعض الأورام يعني، تمام. واللوكيميا، واللوكيميا برضه يعني الليوكيميا والليوكوسيتوز غالبا بيبقوا عن أورام الدم يعني. الليوكوسيتوز دي برضه دي بتبقى مع كرونيك انفلاميشن، يعني دي ليها علاقة أكتر، بنقول بنستخدمها أكتر في الكرونيك انفلاميشن أو في الانفلاميشن ماشي. يعني لو في التهاب بالذات التهاب لو شديد شوية بيرفع قوات الدم البيضاء، تمام. فقوات الدم بيبقى عددها تقريبا من 5000 ل 11000. لو زادت عن 11000 هتبقى اسمها ليوكوسيتوزيس، وده بيبقى أكتر في الإنفلاميشن سواء كرونيك أو أكيوت، يعني بالذات يعني بالذات لو أكيوت يعني، تمام. يعني acute inflammation بيبقى معايا زيادة في كرات الدم البيضاء أكتر من 11000، أقل من 11000 اسمها ليوكوبينيا. ليوكيميا بقى هتلاقي فيها زيادة في كرات الدم البيضاء، زيادة كبيرة جدا، تمام. بس ليها علاقة بالأورام، يعني ده يعتبر مالجنت تيومر، ده ورم خبيث في الدم. يبقى الليوكيميا ده زيادة كبيرة جدا في عدد كرات الدم البيضاء، ليكوسيتوزيس زيادة طفيفة فوق 11000 في عدد كرات الدم البيضاء. يعني ممكن تلاقي مثلا ليكوسيتوزيس زيادة تلاقي مثلا 15000 17000 12000 كده، وبتتعالج وبتنزل، يعني ممكن أسبوع أسبوعين بكتير تلاقي نزلت للرينج طبيعي. أما الليوكيميا دي ممكن تلاقيها 100000 مثلا، أرقام رهيبة يعني.
بس السيتوزيس نفس الكلام، ارتفاع وعدد كرات الدم البيضاء الدم الحمراء. الحمراء. رقم 10 Myocarditis means inflammation of cardiac muscles. تمام. الباقيين بقى ممكن تقولهم لي؟ Inflammation of blood vessels, الأوعية، التهاب في الأوعية الدموية و cardiac valves دي ثواني الصمامات. ثواني، الدم التهاب في الأوعية الدموية ممكن يبقى إيه؟ ممكن يبقى الأوعية الدموية دي عبارة عن إيه؟ أرتريز صح؟ لو التهاب في الأرتريز هيبقى إيه؟ اسمه إيه؟ أرتريتس. تمام صح. الأوعية الدموية أرتري بينز صح. ايوه طب لو فين يبقى اسمه ايه؟ فلوباتس صح ولا غلط؟ تمام تمام ولا لا؟ في تمام، الفلوباتس. صوتي اتقفل بس. تمام ثواني اشوف بس الفلوباتس اهي احنا قلناها. الفليبو يعني فين. تمام يبقى فليبايتس انفيشن اوف فينز. وفي ارتريتس لو عايزين نضيفها هنا برضو ارتري، لو ارتري هتبقى ارتريتس ممكن نضيفها هنا ارتري هتبقى ايه؟ ثواني ارتريتس ارتريتس بس. تمام ولو فيسل، فيسل هتبقى لو فيسل بشكل عام بقى باس فيسل ممكن نقول فاسكولايتس. التهاب في الفيسل يبقى يعني ما حددناش بقى ده ارتري ولا فين، هتبقى ايه؟ فاسكولايتس. فاسكولايتس تمام. يبقى التهاب في الفيسل بشكل عام فاسكولايتس. التهاب في الشريان هيبقى ارترايتس. تمام ماشي معايا ولا تمام ايه؟ معاك. التهاب في الارتري ارترايتس. التهاب في في الفين فليبايتس. تمام. والتهاب في تمام. الليمفاتيك ليمفانجايتس احنا قلنا صح؟ ليمفاتيكس لو ملتهبة هيبقى اسمها ليمفانجايتس. ليمف ان جايتس تمام. تمام. يبقى ارتري ارتريتس. لو عايزين نقول بقى ايه فيسل هتبقى فاسكولايتس. فاسكولايتس تمام. تمام. كارديوك مسل وكارديوك سراوندينجز. بيريكارديتس. بس خلي بالك انا بقول سراوندينجز. لو سراوندينجز لا محيط. لا انا اعتقد المقصود بيها يبقى نقول الاثنين سراوندينجز اللي بره واللي جوه. انا افضل الكلمه دي يبقى نقول ان هي ماشي سراوندينجز اكتر تشمل البريكارديوم. بس يعني لو قلنا الثواني الخارجي بريك مش بريك ماشي تمام. البطانة اللي يتقال عليها أحسن لاين مش ثواني ماشي يبقى دي بريكارديوم. حد عنده أسئلة في دوت؟
شكرا. تمام. هذا عنده ايه؟ تعرف الشوكة دوت؟ قبل ما لا نشوف اللي تمام، بعده. كله تمام. تمام. اللي عنده صوت يقفل يا ريت. تاني جهاز هو الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي دوت اسمه digestive system، بيبدأ من الفم الماوس beginning. تمام. هو الماوس والإندينج بتاعه هو الأنس. تمام. الأسوفاجس اللي هو الأسوفاجس اللي هو مليء، اللي بيربط الماوس بالستمك، وهي عبارة عن أنبوبة بتوصل الفود، الفود delivers the food to the stomach، بتوصل الأكل للمعدة عن طريق حاجة اسمها بيستاليسيس. بيستاليسيس اللي هي حوكة الأمعاء يعني. تمام. وأجيب لكم صورة هنا ليها. دي حركة البيستاليسيس، عبارة عن الأسوفاجس ده عبارة عن أنبوبة عضلية. هنا بيحصل كونتراكشن وهنا ريلاكسيشن، هنا بتنقبض وبيحصل يعني سلسلة متتالية من الانقباض والانبساط. كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، كأنك بتحلب الأكل عشان توصله للمعدة. تمام. والمعدة دي عبارة عن يعني مخزن الطعام عشان يتهضم. هو الأورجن يعني عضو مفرغ من جوه بيستقبل الأكل ويبدأ يخلطه ميكسد ويز إنزيمز، بيخلطه مع الإنزيمات على شيء إلى جانب الحركة. إن المعدة يعني مستخدم كخلاط، يعني هي برضه بتكسر الطعام بمجهود عضلي، كأنها بتستخدم كخلاط يعني. إلى جانب في بعض الإنزيمات هي بتفرزها علشان تساعد، مش تكسير العظم بس، مش تكسير الأكل بس من حاجة صلبة أو شبه صلبة لمادة ألفا يعني، لأ، بيكسر بعض أنواع الطعام لصورة أبسط. تمام. breakdown of the food into usable form، يعني دي هنا يعني هو في الحقيقة بداية الهضم بيبدأ من الفم. تمام. ف ولا سيما الستارش أو الكربوهيدرات بيبدأ يتهضم من البق. بيبقى فيه إنزيم اسمه أماليز، هو اللي بيبدأ يهضم في ال يعني اللي فيه إنزيم اسمه أماليز، ده بيبدأ عملية هضم. فعملية هضم أصلا بتتم في الماوس أول بداية، بعد كده المعدة بتسيم شوية في عملية الهضم، بس دور المعدة أساسا زي دور الماوس يعني. الماوس برضه دوره إنه يكسر الطعام للصورة من صورة صلبة لشبه صلبة أو أبسط شوية، مع شوية هضم للنشويات. السمك بتساعد في هضم البروتين بصورة أبسط سنة عن طريق ال HCL اللي هو هيدروكلوريك أسيد، الحمض اللي بتفرزه المعدة. إلى جانب إنها بتكسر الأكل أكتر لمادة ألفا. تمام. أما الهضم الأساسي بيتم في السمول انتستين، ولا سيما في الاثنى عشر يعني. تمام. فالسمول انتستين دي الأمعاء الصغيرة مكونة من 3 أجزاء،
مكونة من إيه بقى؟ الكلام ده هيجي في تشويه يعني، بس نقول هنا بشكل بسيط هيليوم أو الأول ديليوم. جوليوم جوليوم وإليوم. يبقى دي الأجزاء هنا الاثنى عشر ده أهم حاجة، لأن ده الاثنى عشر دوت اللي بيستقبل مجموعة من الإنزيمات بالذات من البنكرياس، فالبنكرياس دوت عضو بيفرز مجموعة من الإنزيمات والهرمونات. الإنزيمات دي الهرمون اللي بيفرزه هو الأنسولين، بيفرزه في الدم تمام، والإنزيمات اللي بيفرزها في الدم في الاثنى عشر تمام. يبقى الإنزيمات بتتفرز في الدم، وده عشان يكمل عملية الهضم. فالهضم من صورة معقدة لصورة بسيطة، من نشويات معقدة لنشويات سكريات خفيفة اللي هي زي الجلوكوز، من فاتي أسيد ل من فات لفاتي أسيد، ومن بروتين لأمينو أسيد. ده بيتم في الديودينم تمام، عن طريق إنزيمات البنكرياس الديجستيف إنزيمز تمام. وليست يعني المعدة مش المعدة بتخلط، المعدة زي خلاط تمام، بتكسر الحاجة من حاجة مكلكعة بتفرفتها يعني، هي بس خلاط ميكسد يعني إيه، هو وعاء زي الخلاط بالظبط. أما اللي بيكسر الصورة الطعام من صورة معقدة كيميائيا بصورة بسيطة كيميائيا علشان الدم يعرف يمتصها، عشان الأمعاء تعرف تمتصها وتدخل الدم، فالإنسان مش عارف يدخل دمه بروتين في صورته المعقدة، فلازم يتكسر في صورته البدائية اللي هي أحماض أمينية عشان ياخد، وهكذا فات الفاتي أسيدز والكربوهيدرات لجلوكوز علشان نقدر ندخله الدم. فالديود اللي اسمه الانتستين مش هتمتص حاجة معقدة، هتمتص صورة بسيطة، والصورة البسيطة بتيجي من الهضم على المستوى الكيميائي، وليست الهضم على المستوى البصري. يعني هنا المعدة بتخلط الأكل زي خلاط، أنت حطيت حاجة في خلاط وخلطتها طلعت حاجة ناعمة أو طلعت حاجة شبه سائل، ده هضم على المستوى البصري. أنت شايف الهضم ده بس مازال، يعني أنت لو حطيت مثلا شوية دهون مكلكعة في خلاط فهمتها، هتطلع في صورة ناعمة، بس ما زالت كيميائيا دهون معقدة. أما اللي هيهضمها هي إنزيمات من البنكرياس ومن الكبد اللي هي عن طريق الصفراء الجول بلادر. الجول بلادر دي برضو بتفرز، الجول بلادر ما بتفرز، الجول بلادر بتخزن البايل اللي هي عصارة صفرية اللي هي بتفرزها الكبد. يعني الكبد برضه بيشارك البنكرياس في عملية الهضم عن طريق إنه بيفرز البايل اللي هي العصارة الصفرية ويخزنها في الجول بلادر. يبقى الجول بلادر ستورز أند كونسينس بايل. يبقى بنكرياس سكريت ديجستيف إنزيمز، إنزيمات هضمة تمام، والكبد برضه بيفرز العصارة الصفرية البايل ويخزنها في الجول بلادر. دوت الاتنين دول مع بعض تمام بيدخلوا الاثنى عشر تمام، علشان يكسروا يهضموا الأكل على المستوى الكيميائي من صورة معقدة لصورة بسيطة تمام. يبقى إيه؟ يبقى قلنا الديودين هو في ستيجمنت أوف ذا سمول انتستين، ده في ستيجمنت، يبقى ده في ستيجمنت جيجينوم سكند ستيجمنت الإليوم الثالث سيجمنت الجزء الثالث. الليفر دوت مصنع أنا قلت لكم في حاجة اسمها دورة دموية ما بين الأمعاء والكبد
عن طريق الشريطين الأزرق، الشريطين الزرق، الأوراد الزرق دي بتتجمع في دوت اللي هو البوتال فين، تمام، وتدخل الكبد. ده واخد الدم، الدم ده جاي محمل بالأكل في صورته البسيطة من المسؤولين، تمام. يبقى ده هنا الأمعاء هضمت وامتصت الأكل ودخل الأكل في الدم وماشي في الأوردة الزرقاء دي، البورتال فين اهوت، ودخل الكبد. هنا بقى الكبد هو المصنع بتاع الأكل اللي احنا بناكله، كيميكال الفاكتوري هو المصنع الكيميائي، هو بياخد بقى الأكل ده ويشوف هنعمل الجسم هيستفاد بيه ازاي. ولو جينا من الكبد قلنا بيفرز العصارة الصفراء بايل ويخزنها في الجول بلادر، يبقى الجول بلادر دي مخزن البايل، يبقى البايل والدايجستيف انزيمز بيتفرزوا في الاثنى عشر اللي هو فين؟ الاثنى عشر اللي هو دوت، ده بداية الأمعاء، تمام. يبقى المعدة هي، يعني ممكن أجيب لكم صورة في الفيديو الجاي أوضح شوية. المعدة بتكمل في الاثنى عشر، أدي المعدة، الأسوفكس، ستومك، ديدم. هنا ده أول جزء في الديدم، هو ده الديدم، ده أول جزء. هو الديدم يعني اثنى عشر، يعني اثنى عشر يعني 12، طوله 12 بس، 12 ايه؟ 12 انش، يعني ايه 12 انش؟ يعني 25 سنتي تقريبا. هو الديودينم اساسا طوله 25 سنتي زي الاسوفاجس تقريبا، الاسوفاجس 25 سنتي، بس هم سموه الاثنى عشر علشان طوله 12 انش تقريبا، تمام. بعد كده الجوجينم، بعد كده بتكمل في الاليم، والاليم بيفتح في الكولون. الكورن ده بقى ما بيهدمش حاجة، ده بيبوستس الويست برودكتس اللي هو بيجهز الفضلات لإنها الإنسان يخرجها من جسمه، وهو بس إيه ما تبقى من عملية الهضم والامتصاص هو بيجهزه لإن الإنسان يعني يعمل إمبتينج للباول بتاعه، ده الكولون. والريكتم ده يعتبر مخزن للفضلات بتاعتنا للفيسز لحد ما الزيوت تبقى متاحة الإنسان يدخل الحمام، تمام. فده تحت الموضوع دوت ريكتم، قلنا مستقيم ريكتم باللاتيني يعني ستريت، مستقيم بالإنجليزي. يبقى قلنا الموضوع دوت إن العيان يعمل ديفيكيشن تحت اشواف الايه الجهاز الفولانتي سيستم، تمام. الظروف لما تبقى متاحة الانسان يقدر يدخل حمام و يقدر يديفيكيت، والانس قلنا هي اخر حاجة في الجهاز الهضمي. يبقى هنا اسمه الانتستين هيت مكونة من ديدنم ثم جيجنم ثم إليم، والإليم بيودي الأكل على الكولون اللي هو ممكن نقسمه برضه لأربع أجزاء مثلا أو خمسة. هذه أسندين كولون، الكولون الصاعد، ترانسفيرس كولون، الكولون العويل أو المستعرض، ديسندين كولون اللي هو النازل، السجمنت كولون اللي هو حرف إس عامل كده، والريكتم اللي هو مستقيم. يبقى دي ممكن نقول عليها أجزاء القولون. وهنا الزايدة، تمام، يعني دي الزايدة دي عند